يا ربي العمال عليك، أصبحنا وأصبح الملك لله. السلام عليكم الناس الكل، مهيب زهير ومرحبا بكم في فيديو جديد. ورمضان مبارك. شهية طيبة ولا زهر جريبتكم في الوقت اللي تتفرجوا في الفيديو قبل ما تفطروا ولا بعد ما تفطروا المفيد. غير فقنا وصايمين وكذا والدنيا، أما ذاك هو يا جماعة لازم واحد يخدم باش يكسب مصدر هكا رزق وكل. صحيح أشغال البني والكل متعبة في رمضان والكل صعب وكذا، لكن لازمنا صعب نخدموا، لازم نشوفوا العمال ما ليش نوا طالبين منا والكل لازم نخدمو لهم صاحبي. ما نجموش نقولوا لا بطبيعة. كيف ما تشوفوا كملنا الخدمات هذو بطبيعة اللي تفرش الفيديوهات اللي فاتوا والكل، والله تعرف الغنية متاع هكا هاوس اوف ليبر تريح الاعصاب، مخك يوقف على الاخر. معناها تتفرش الفيديو كانك تتفرج قبل الفطور، معناها وانت صايم، معناها ولا مش نورمال. مفيد ماليناش، مازالت انا الدار هذه بكيف ما تشوفوا. بتبيع نبدو بتسلسل وكذا، خلونا نخدموا الخدمه بتاعنا هذه. بتبيع بسم الله ما شاء الله، تفرج الدار مكبرها، يعني هذه كل باش نعدلها انا. تفرج شوف قديش كبيره ما شاء الله الدار، شو نايس. يلا خلينا ندخل ونشوف شنو مطلوب منا. بتبيع نعمله اول حاجه الرفاه اني لازم نكسر. بتبيع خلينا نشوفوا الغرف منا، لازم نعمل ميك ديزاين وكذا منا. خلينا نشوفوا باش نعملوا برشا حاجات تتهنوا يا جماعه. الفيديو باش يكون طويل، معناها باش يساعدكم هذا باش تنسوا شويه الجوع وكذا باش تركزوا معايا كذا. خلينا نشوفوا الطبق الثاني شنو مطلوب منا نعملوا فيه. هنا ما ثم حتى شيء، ماناش مطلوبين نعملوا شيء. هنا كيف كيف يدور الطبق الثاني، ماناش نشوف فيه حتى شيء. هنا كيف كيف اوكي، معناها نتوقع كان الطبق هنا باش نعملوا حاجات. هنا ظهر فيه نتاع بيبي وكذا. خلينا ساعه نبدو بالطبق الاولاني اللوطاني. صديقي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب باش تشجعني باش نهبط اكثر فيديوهات من هاوس فليبر وفيديوهات اخرين بطبيعه اذا تحب تعاوني وكذا. اللايك يشجعني على الاخر، نعرف اللي انتم مثلا تحبوا اللعبه هذه والكل، نولي نهبط لكم منها اكثر بطبيعه كي تعملوا لايك. خليني نكمل نكسر الجدران هذا الكل، خاطر مطلوب مني اني نكسرهم. الواضح اني باش نفتح الصالة على الكوريدور هذا، الله اعلم. عجبتني الفكرة هذه، الله اعلم منعرفش. خلينا نشوفوا السيد كيفاش باش نعملوها احنا ساعة الحاجة هذه، خاطر القدام شوية باش نسيرو باش نعملو ميك ديزاين. عرفت كيفاش باش نختاروا شيء، يا اما نسمعوا كلام الزوجة ولا نسمعوا كلام الزوج، فهمت كيفاش؟ ثم بعد نعرفوا يا اما حاجة تصلح ولا ما تصلحش. بتبيع كيف ما تشوفوا البادجت نتاعنا 9000 دولار. وخلينا نزيد نكملوا نكسروا هذه، هذاك هو ذاك هو كيف ما قلت لكم يدري باش نفتحوا الصالة على الكوريدور والله اعلم. خلينا نكملوا، يا نايس هكا واحد دوب مدخل بدا يكسر. نكسروا نبدو عن نظافة، وكيف ما تشوفوا الدار ماهيش خامجة معناها. خليني نكمل نكسر هذا، اكيد لازمهم يتكسروا. سكر علينا الباب هذا، هو الباب هذاك باش تفرج كيفاش قعد الباب، اكيد الباب باش ينظاف هذاك الكل باش يتنحى. خليني نكمل نكسر الحيط هذا الكل، الجدار هذا الكل، ومن بعد مع بعضنا تو نكتشفوا شنو المطلوب منا اننا نعملوه. يا اما هذه بيت صاله يمكن ولا ما نعرفش شنو باش تكون. خليني نكمل نتخلص من البقايا نتاع التكسير هذه الكل. نزلت لي ازقه يا رسول الله، كيف ما تشوفوا هذه نظافت. يلا عاد يلا يلا طولك مل. خلينا نشوفوا نحاولوا نتخلصوا من الشظايا الكل نتاع التكسير هذه كيف كيف. ما زالت بوم يلا. توا خلينا نبيعوا الباب هذا الزايد على الاخر، تفرج كيفاش قاعد. اوكي توا خلينا نعملوا ميك ديزاين. الراجل اللي يحبها تكون كلاسيكيه والمرأة تحبها مودرن على حسب الصوره نرى، فاهم ليش نبقى نقرا الكل. خلينا ناخذ بخاطر المرأة هذه مستنسين ديما في الصاله، ناخذ بخاطر الراجل. خلينا نشوفوا كملنا عملنا ديستروي، نتوقع مازال باش نزيدو نكسرو. معناها ديستروي وول مكتوبه ليا مازلت نقص اوكي. هذوما مازالو، خليني نكملهم. فهمتني واش مازال ديستروي وول يا معلم؟ قداش تحب مازال تزيد نكسرو؟ اوكي هذه كيف كيف زيد لازم نكسر، وهذا مريتوش. يلا كسر معناها هذه الكل باش تفتحها على بعضها، يمكن تعملها صالة كبيرة ولا ما نعرفش عليها شنو. انا مع بعضنا نكتشفوا مع بعضنا المطلوب منا خدمتنا ان نعملها شنو. والله فكرة هي باش تكون الطابق الثاني، معناها الكل بيوت نوم وغرف نوم، والطابق اللوطاني يبدا هكا مفتوح على بعضه هكا ما نعرفش صالة ولا ما نعرفش
مفيد يجتمعوا فيها العائلة، يمكن حتى في رمضان أو حاجة كما هكا تجي العائلة كاملة مثلا تبدأ هذه الدار بتاع العائلة، معناها مثلا دار الجد والجدة ويجوا أفراد العائلة الكل وأطفالهم الكل يكملوا يعدوا رمضان معناها لنا، ولا يشقوا فطرهم لنا ولا فهمتني. وشكون منكم يا جماعة إذا كانكم أنتم هكا تعيشوا عائلة كبيرة والكل قولوا لي مثلا إذا كانكم هكا تشقوا فطركم وبعضكم عائلة كاملة والكل. خليني نشوفوا السيل أوبجكت مطلوب مني اني نبيع هذم سيل اوبجكت، اظن مزيد نبيعهم نعرفش اذا كان لازم نبيعهم ولا، لكن انا قاعد نبيع فيهم. اوكي انا نعرفش اذا كان مزيد لازم نبيع. اوكي مازالوا الهضومه كيف كيف، وهذه بيع علينا موديف ما ادري شنو لازم نبدل حاجه. خليني استنى نتاكد الحاجات هذم. هذه شنو هي الساعه؟ الستائر. خليني نبدا بالستائر متني يال، ما ثمش فيها تركيب حتى يركب تعتبر ركبت هكا كاو كملت. اوكي وش مازال حاجه اخرى؟ ستاره اخرى لنا ولنا هكا معناها ولا ماني عارف هكا. اوكي مازال ما ركبتش، يظهري ركبت اكثر لان الستائر ما طالبين مني كان زوج ستائر، انا ركبت اكثر، هما مطلوب مني في المكان هذا وانا غلطت مشيت للكوجينه. تنصلحوا كل شيء، واذا كانها ما تجيش تنبدلوها والكل. توا شنو مطلوب؟ اوه نبني حيط. لحظة الاخضر لنا شنية معنى؟ استنى خليني نتأكد يا جماعة، والله مصية ما عادش فاهم شيء. build the upper wall، فهمتني لازمني نبني الحيط من فوق معناها هذا الشطر فقط اللي هو وين يتبنيه بالضبط مطلوب مني اني نبنيه لنا. لا مش لن، خليني اجرب ترى نبني لنا نشوف صح ولا غلط. اوه لا ماهيش لنا ماهيش لن. اوكي نتوقع في المكان هذا بالضبط نجربه ترى. اوكي نتوقع صحيح والله اعلم، حط الخريطه صغيره والكل ماهيش كالظهره برش. اذا كانها صحيحه ولا غلطه لازمني نبني الابر وول، يظهر لي لازمني نوسع في الكوجينه، هذه باش تبقى كوجينه وبيتصاله نتوقع لازمني نوسع فيهم. كيف ما تشوفوا تفتحت لي سكيل بوينت نجم نطور في روحي. خليني نكمل الساعه نبني هذا ومن بعد نعملوا سكيل بوينت مع بعضنا. خليني نكمل نبني ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون انا نبني فيها وبعد تكون في مكان صحيح، معناها ما نضطرش من بعد اني نكسر ونعاود نصلح فهمتني. واش مازال هذه تبنت؟ لا اله الا الله يا ولدي واش صار؟ خليني نكمل نبني كمل الحيط. وعلاش ما نجمش نبني لان شنيه تو هاي ركز اللي مهيب هكا وابني لنا بالباهي. كملنا المكان هذا الكل مازال بيلد، لازمني نبني زيد لنا الابر. لحظه اوكي هنا كيف كيف الابر، خليني نتأكد المكان بالضبط. اه لنا يا موهيب ما تغلطش الأبر فقط من انا كنت ناوي باش نبني بطريقة غلط. خلوني بلاي جماعة مركز ولا بلاي، خليني نشوف السكيل بوينت لنا بالك تساعدني في البني بسرعة اللي هو هذا. خليني نشوف خليني نصلح، وما شاء الله ثم برشا تصليحات انا مانيش قاعد نصلح فيها مخلص. خليني نصلح نطور لنا، خليني نزيد نطور، والله ماني قاعد نطور في حتى شيء، انا اكتسبت برشا مهارات ومانيش قاعد نطور فيها. اوكي انا طورناها مع بعضنا تو خلينا نكملوا كما تشوفوا البناء ولا اسرع شوي. خلينا نكملوا لنا ان شاء الله يا ربي الفيديو يكون طويل هذا باش يساعدكم هكا في رمضان والكل. تو اللي قاعد يتفرج في وقت نزول الفيديو مع الخمسه تو هذا نتاع العشاء، فهمت كيفاش؟ معناها مازالت حوالي ساعتين على الاذان المغرب معناها اذا كانك تتفرج من تونس. اذا كانك في السعوديه ولا في المشرق العربي نتوقع، لا اذا كانك في مصر مازالت ساعه على الاذان، واذا كانك في السعوديه نتوقع ما نعرفش الموفيد. خلينا ساعه نكملوا الريجلو والحاجات هذو شنو مطلوب منا، نمشوا لنا كيفاش هي وشنو مطلوب لنا بالضبط. نعاودوا نعملوا ستاره في المكان هذا الكل نفس الستائر. خلينا نكملوا نخدموا لنا اللي هي هذه. يلا عاد نكملوا نركبوا بطبيعه خاطر مش نجروهم ونخلوهم هكاك، لازم نشروا ونركبوا. ركب هذه الاولى وهذه الستاره الثانيه، ركب لها الفيسات بتاعها والكل. يلا بسم الله ان شاء الله تكونوا مستمتعين معايا يا جماعه بالفيديو والكل. توا لازمنا نشروا وول بيبر يا مهيب برجع للحاجه المطلوب منك انك تعملها اللي هم هذم نتوقع، ما نعرفش هذم ولا مهمش هذم. لحظه خليني نشري منهم زوز ولا ثلاثه وخليني نجرب نبدا نركب اللي هم هذم. خليني نجرب نبدا بسم الله. اوكي هذم بس صحيح
رش تقسمت بطريقة غريبة شوية. ذوري كان بسمعت كلام المرأة أحسن بسمعت كلام الرجل. ما نعرفش حسيتها هكا شوية غريبة. أنا نسمع في كلامهم ونتبع في المطلوب مني نعمله والله ما يهمني، خاطر أنا مانيش مجبور باش نفسر لهم اللي هم اختيارهم سيء ولا به. احنا توا نحاولوا ما نقولوش اللي هو اختيار سيء، خاطرنا مازلنا ما كملناش. اكيد عندها علاش المراه ما كملناش، اكيد عندها علاش جات على القافيه مش عادي يلفظ. اوكي اكيد عندها علاش المراه اختارت الشكل هذا، ما نعرفش هذه معاه تعتبر. اوكي نكملوا زعما ولا خلينا الساعه نعملوا هذه ما نمشوش للمكان الاخر. هي طالبه من استنى انا تعمل لي بينت وما ادريش شنيه وانا ماهيش قاعده تتحسب. علاش مش تتحسب؟ اوه الوايت لحظه بلي والله ماني فاهم حتى شيء انا. لا لحظه خليني نشري الكالر. والله ماني عارف، انا دخلت نحط على طول مانيش عارف الشيء اللي نعمل فيه صح ولا غلط. لحظه صيام يعمل يا جماعه. خلينا مع بعضنا وتو نخدمه. اوكي تو خلينا نجرب وتره منا. اوكي كملوا، لازمنا نعمله شويه من هذاك وشويه من هذا، معناه شويه من الاوراق وشويه من هذا. اوكي خلينا نجو منا، ما نعرفش ولا ماني عارف. خليني نعمل هذا يتحسب. اوكي يتحسب. خليني نحاول نوصله للدروج، حاول نوصله للدروج بالضبط. ورتعرفش كيفاش خليه من ما نوصلوش للدروج. يال هك جت تفرج كيفاش جت ليلى. لا لا اوكي اش مازال خلينا نعملو ريدو يا اخي مش نشرينا. اوكي هذا هذاك يظهر لي على الضوضاء ولا ما نعرفش، فهمتني؟ هذه الستارة هذيك ما تعتبر ستارة، يظهر لي هذيك يعملوها على الشمس يمكن ولا حاجة، مانيش عارف انا المفيد. هم قالوا لي ركب يا مهيب ويزيد لتفلسيف. اوكي تو هذه المدخنة خليها تتحط في المكان هذا، زعما جيبيها زعما في المكان هذا المدخنة. والله ماني عارف، خليها في المكان هذا نتوقع جي حلوة تحفونة. وخلينا نشعلها وخلينا نشوفوا إذا أوكي ثم إضاءة تشعل. لازمني نخلي الإضاءة كيف يلا. واللي بعده التلفزة، وأنا قبل التلفزة خليني نشوف بالك لازمني نشري حاجة. يلا حاجة مثلا كيف لا يظهر ماهيش مطلوبة مني الحاجة اللي في مخي يعني. خليني نشري التلفزة ونحطها لنا. خليني شرينا التلفزة وحطيناها في المكان هذاك. وبالنسبة لهذه ما نعرفش انا تو باش نحطها، خليها تتحط في المكان هذا. التلفزة تحسوها في الوسط بالضبط. اوكي فوق هذه انا نحبها فوق هذه. اوه هذه لازمها تتوخر شوية لتالي في المكان هذا تو ولت بالضبط. اوكي بتبيع لازم نعمل كل شيء بيرفكت في رمضان صاحبي، لازم الخدمة تكون بطريقة ترضي ربي وعباده، فهمت كيفاش؟ خلينا الكرسي هذا نحطوه في المكان هذا. هما مطلوب مني زوز كراسي، خلينا نحط كرسي غادي وكرسي في المكان هذا. اوكي يظهر لي توا السوفا مطلوب مني اني نشري سوفا نحطها في المكان هذا، ولا لحظه خليها في المكان هذا بالضبط. يلا مش مازال حاجه اخرى الطواول، خليني نحط طاوله لنا في المكان هذا بالضبط. واحد يتعدى زعما ما تكونش هكا تحسها ولا ماني عارف. خليني انا وتوا نحطوا الطاوله هذه في الكوالن. لا لا الله يا على الذوقي كيفاش حطيت الديكور. وبالنسبه لهذه نخلوها لنا لحظه في المكان هذا بالضبط. وخلينا نحركوا هذه. والاستال الدهن انا ما نحبش نبيعه خاطر حاسس اني باش نعاود نستحقه. خليني نهزوه ونحطوه في المكان هذا، فهمت كيفاش؟ واش مازال لازم نزيد حشيشه هذه عشبه، خلينا نحطوها في المكان في الكوان هذا ونخليها لنا بعد الشميني. مش مازال حاجة أخرى أكيد، نزلت الزربية خلاها في المكان هذا. لا والله جت حاجة بها، أنا مش في بالي باش تكون حاجة سيئة لكن جت حاجة بها معناها. وخلينا نشوفوا هذه وين لازم نحطوها. خليها تتحط في المكان هذا. يلا أوكي حاجة بها. تو خلينا نشوفوا المكان هذا شنو مطلوب منا أنا نعمله فيه. مطلوب منا أن نشروا هذه، والله أعلم شنو هي. خلينا نحطوها في المكان هذا هكا. والله ماني عارف شنو هي، هما مطلوب مني زوز. خليها تتحط لنا نتاع غرفة نتاع قاعد هكا ولا حاجة، واحد ما نعرفش يجيب أصحابه ولا حاجة يقعدوا لنا. وخلينا نحطوا الكراسي هذا مطلوب منا ثلاثة، خلينا نحطوهم في المكان هذا. مطلوب منا ثلاثة كراسي.
الطاولة خلينا نحطوها لنا بالك هذه غرفة تعمية كلها هك والله أعلم والله ماني عارف تعرف كيفاش خلينا نحطوا هذه لنا والكرسي خلينا نجيبوا كرسي منا والكرسي هذا خلينا نجيبوه في المكان هذا لحظة ساعة خليني نهز السطل هذا نحطه لنا هز الكرسي هذا وحطه في المكان هذا والله الدار كبيرة تعتبر مش مازال لنا عشبة خلينا نحطها لنا يلا خليها لنا هكا أحسن من نحطها من فرقين وش مازال في المكان هذا نتوقع الكيتشن الكيتشن قلت لكم رانا نستحقوه يا جماعة قلت لكم رانا نستحقوا الوايت كالر ما نعرفش على شذي بيشتبقى هكا الله أعلم هما طلبوا علي هكا يا جماعة ما عندي ما نعمل لهم روانا معناها فهمتني لازمني نتبع الكلام اللي طلبوه مني نجم أنا نعمل حاجة بطلع ما تعجبهمش خليني كيف ما قلت لكم نكملوا الوايت كالر هذه تعتبر زيد وايت خليني ندهل المكان هذا خليني ندهل المكان هذا الكل هكا يلا نحاول ندهل الأماكن هذه تتحسب ولا اوكي ما تتحسبش ما يسالش خلينا ندهنها ما نخليهاش كيف المكان هذا ما نعرفش علاش عاملينها ما تتحسبش انا نحسها ضروريه على الاخر انها تتعمل توا خلوني نكمل نعمل الحيط هذا ندهن الكل وش خاص هي كان جات في الحقيقه هكا بشويه دهون هكا تعمل لك الاماكن هذاك الكل لكن مستحيل تصير توا ما زالت لنا الحيط هذا خليني نكمل نعمله كيف ما تشوفوا بطريقه سريعه ياسر طورنا الدهينه ولت بسرعه برشا كيف ما تشوفوا كملنا طورناها مع بعضنا هو انا قبل كنت مطورها برشا زي تو ولت مطوره اكثر كمتني يلا بسم الله ويا جماعه بالله كل واحد تو يقول لي وقتاش يتفرج في الفيديو بعد شق الفتره ولا قبله واذا كانك ما تعرفش يا صديقي راني وليت نهبط فيديوهاتي مع الخمسه فهمت كيفاش مع الخمسه نتاع العشيه بتوقيت تونس ومع كيفاش هي الخمسه ستة مع السبعه بتوقيت السعوديه باش يكون هكا يقصر لكم الوقت قبل شق الفتره وكل تنجموا تتفرجوا على كيفكم خلينا نبدو بالفريجيدير خلينا نحطوا الفريجيدير في المكان هذا ما نعرفش يكون مكان باهي ولا ما نخليني نحطه في المكان هذاك وبالنسبه للفرن خليني نحط الفرن لنا لحظه والله ما يهمني انا مانيش باش نعملهم بتنظيم برشا عينهم باش ينظموا ما قالوش ليا انا المكان اللي نحط فيه بالضبط هما قالوا ليا عاملين الخدمه هذه وانا هاني نعمل لهم فيها غير هذاك ما يهمنيش اوكي اش مازال مازالت لنا هذه السينك مطلوبه لينا واحده برك اللي هي هذه ولترس كيفاش بلي خلينا نعدلها يا جماعه الكيتشن متعوذني هذه خليني نعملها بها باش ما يتغشوش عليا والكل ونكون انا معناها كل نخدم بطريقه احترافيه والكل خليني نهز الغاز خليني نحطه في المكان هذا بالضبط حتى انتم نتوقع انكم ما تحبوش الحاجه تكون ماهيش منظمه هذاك علاش على خاطركم نولي نحاول ننظمها بالطريقه اللي انتم تحبوها اوكي هذه مطلوب مني اني نشري ثلاثه خزانه نجم تجي لفوق لا لازمها تجي في المكان هذا كمل مطلوبه مني ثلاثه خزانات شنو هي اخر مطلوب مني هذه نتوقع نجم تجي لفوق اوكي خليني نشوف واحده اوكي مطلوبه واحده برك غيرها كيف هذه زيت تتعمل فوق خليني نعملها في المكان هذا بالضبط شنو هو اخر هذه نجم تجي لفوق زيد اوكي خليني نعمل واحده لنا هما زوز ولا واحد خلينا نعمل واحده لنا واحده لنا هي شنو هي اوكي كان خزانه صغيره هكا تحط فيها لفاحات يمكن ولا حاجه اوكي وهذه بالنسبه لهذه خليني نحطها فوق هذه اكل كلها ستورج يا رسول الله في المكان هذا وهذه شنو هي تتعمل لوطه هذه تتعمل لوطه خليني نحطها في المكان هذا يلا والله جت بالضبط احسن كي حركتها شويه باش تجي هكا الكوجينه متناسقه بالنسبة لهذه تجي فوق الغاز بتبيع تعرفش كيفاش الغاز لا مش الغاز هذا هو الغاز انا مش ببالي ذاك الغاز معناها المكان صحيح نجم نعملها اون اي والله بالحق هكا باش تولي هكا تسرب الغازات والكل تخرجهم البار وهذه بالنسبة لهذه ما نعرفش شنيا خليني نحطها بجنب اختها لنا يا اخي ما ثماش اضاءة اوكي ثم اضاءة انا مش ببالي ما ثماش اضاءة هما صغار يا رسول الله ما ثماش اضاءة باهية بالنسبه لهذه ما نعرفش يمكن الماكينه اللي تغسل معناها تغسل الماعن ولا ما نعرفش يمكن ولا في المكان هذا وقال لي البادجت قريب توفى لا ماني عارف هما قالوا لي يشري هذا ما عندي ما نعمل انا صاحبي اوكي الاضاءه خليني نشري يعطوني بادجت اضعف والله ما يهمني صاحبي انا اللي عليا نعمله خليني نحط هذم لنا ونبدا في مرحله هذا لا طيح علينا لحظة هذا القديم
لوحة لنا لنا وخلينا نستعمل هذا. مطلوب مني اني نعمل 12. خليني نبدأ نلصق في هذا مش بارتير، لا إله إلا الله، فايونس فايونس. المرة اللي فاتت قلت لكم راني نسيت، وبطبيعة هذه كلمة فرنسية فايونس، ما نعرفش عليه، ما نعرفش بالعربية اش معناها فايونس، ولا ماني عارف، فهمتني؟ اللي يلسق في الجدران في الحائط، الزليز اللي يلسق في الحائط، فهمت كيفاش؟ ما نعرفش اسمه بالضبط. يلا طلبوا مني 12، عملت 12. كيف ما تشوفوا وقت اللي نفوت هما مهم، هما مش فيارة، نقول لي تحب تزيد زيد على كيفك، فهمت؟ أما بعد البادجت وقت اللي توفى الله أعلم شنو تعمل أنت. خليني هذو بعتهم، خليني نشوف. أوه ريتك ما جمتش ندخل، جاب ربي جربتها. خليني نهز الثلاجة ونحطها في المكان هذا. يلا هنا أوكي، ما هو مطلوب مني حتى شيء، نتوقع كملنا في الطبق هذا. خليني نكمل نبيع كل شيء. وين تيويني تيويني اللي تبيعي، يهديكم ربي. ريت كيفاش ريتوها مثلا المكان هذا، ما يهمهمش فايل، وكان نعملها وزيت تنقص، فهمت كيفاش؟ هذا اه شني شني نقص حاجه لن لاحظ جاب ربي شلقت به الاضاءه، ريت الاضاءه. خليني نحط اضاءه اخرى لنا. اه تولت ولا تعرفش كيفاش، خليني نهز الاضاءه هذه يا جماعه، نهز الاضاءه هذه نحطها في المكان هذا احسن، وهذه هزها وحطها ما بينات هذون بالضبط. اوكي هذه كملناها، توا ما زالت لنا الطبق الثاني، ما نعرفش ايش نعملوا فيه بالضبط. الطبق الثاني يظهر الغرفه هذه. اوكي الغرفه هذه خلينا نشعلوا الاضاءه، الحمد لله ثم اضاءه. توا خلونا نبدو بامبينو غرفه تاع بيبي صغير. اوكي خلينا نحطوا الفرش نتاعو لنا. هذه الوحده اللي غيروا عليها الحفاضه وكل، خلينا نحطها في المكان هذا، دي لنا تحسوا المكان خاص بها هي. وهذه الغرفة الوحدة نتاع دبش، وهكا الدبش نتاع الصغير هكا، والكل الظهر فيهم عائلة صغيرة، عائلة جديدة لا إله إلا الله. هكا انكم قاعدين يحضروا والكل كبروا، وهذا دبدوب الصغير خليني نحطه لنا باش يجي ديريكتور كي يجي يرقد يلقى دبدوب هكاك غادي ونسو. وخليني نحط لنا الكراسي كيف ما تشوفوا، كراسي صغار نتاع صغار والكل لنا. وش مازال مازال هنا الكرسي مثلا، الام مسكينه تجي هكا تعبه باش تولها بصغيرها في الليل، خليني نعمله متلفت ليه هكا شوي لك بوم، يجي في المكان هذاك يجي عالمي. وش مازال مازالت الكاربت، الكاربت خليني نحطها قدام الام لان مش هكا بالك تجي حافيه ولا حاجه باش ما تبردش الكل. تو خليني نشري لنا وندهن الغرفه هذه الكل. يلا بسم الله خليني ناخذ نتاع الدهينه، مطلوب مني اني ندهنها الكل بلون اخر، وبالرغم انه ورق الحائط هذا عجبني انا، ما عندي ما نعرفش علاش اختاروا انهم يغيروه بالاخضر، معناها انا نعرفش كيفاش. شنو هي نتاع نتاع طفله هذه؟ لا 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 اش بهم توهم، ما نعرفش باش نختار نتاع المراه ولا ماني عارف، هما ظهرت نتاع طفله فهمتني. جراس كيف ما تشوف الوحده، ما نعرفش بما انها الغرفه نتاع الصغار هذه، دايركت لي غمضت عيني واخترت المراه، فهمت كيفاش؟ على خاطر المراه كي تعرف شنو يناسب صغارها والكل، على اساس الراجل ما يعرفش. ما علينا شمت ام يا زحي، امك ثم امك ثم اباك، ايش بيك حاجه نتاع تاع اولياء وكل شيء واختيار وكذا، لازم دايركت لي تغمض عينك وتاخذ بخاطر المراه، خاطر هي اللي كبرت وكذا والدنيا وهزت في كرشها 9 شهور وكذا، وبعد في الاخر ما ناخذوش بخاطرها، عيب يا رسول الله عيب. ما نعرفش اذا كانت توافقوني، اكتبوا في الكومنتات في التعليقات قولوا لي اذا كانكم توافقوني في الراي هذا ولا. واذا كانش حتى القرايه ما قريتش شنو مطلوب نعملو ما نعملوش، فما امكانيه كبيره انه يكون فكره الرجل احسن، فهمت كيفاش؟ لكن انا دايركت لي غمضت عيني واخترت للمراه خاطرها ام. اوكي اش مازال يا معلم حاسم وليت نعطي في درس في ملاريش كيفاش تاع السلاميه وكذا، هو الام وملاريش شني. اوكي اش مازال نتوقع مازالت بلاصه، والله اعلم شني هي البلاصه اللي مازالت مقايده لي انها ناقصه، لكن مانيش عارف بلاي. خليني نهز الخزانه هذه لحظه، خليني نبعدها بالك وراها الخبرة، الخبرة هذه راهي يا جماعة الخبرة، الخبرة خلتني نفيق اللي ورا الخزانة هي الحاجة. اوكي كملنا اش مازال، خليني نكمل هذه لحظة، رجع الخزانة لمكانها خاطرها صعيبة والكل رزينة مش ما صعبش عليهم المأمورية. اش مازال مازال الزيد هذه نتاع طفلة صغيرة انا كشريتها بينك، وهذه اوكي خليني نحطها لنا. اوكي كملنا والبادجت نتاعنا نقص، فضلنا فيها شوي، تعرفش كيفاش مازال لنا السطل هذا، شوف باش نعمل، شوف
زعما نعملها ولا يا جماعه تحسوها تجي ولا ما تجيش؟ شو 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 نعمل؟ خاطر حاسسها مازالت في قلبكم انتم. خليني نبيع هذه ونشري وايت كالر ونعمل البلاصه هذه، خاطر بالحق ما تجيش حتى لو كان من جيبي، معناها باش ندفعوا باش نشري وايت كالر ونعملها. هذا الوايت خلينا نشروه ميديوم، فهمتني؟ ونحاول نصلح الاخطاء اللي انا مانيش مسؤول عليهم، فهمتني؟ صلح الاخ. خليني نشعل الاضاءه يا جماعه لحظه، خليني نشعل الاضاءه لنا ونصلح الاخطاء اللي انا مانيش مسؤول عليهم. يلا خاطر ما تجيش ما تجيش ما تجيش، قلبي ما يعطينيش نعمل حاجه مانيش عاملها باتقان. يلا ريت فرضا اذا كانوا فت البادجت، هو مازلت شويه بادجت كيف ما تشوف، مازال لنا 1000 دولار فهمتني. اما لو كانوا فت البادجت مانيش مطالب بها الحاجات هذه، مانيش مطالب بها لخاطر هما قالوا لي كيك، اعطوني البادجت وانا مهمنيش. لكن انا حتى اذا كان ناقص البادجت نعملها وعلى حسابي انا. اوكي خليني نكمل هذه خاطر نحسها غبيه على الاخر، وبالطريقه هذه نجم نقولوا اللي انا عملت خدمه ترضي ربي وعباده وترضيني انا شخصيا وترضيكم انتم كيف ما تشوفوا. يلا خلينا نعملوا اخر جوله اللي عملناه، عملنا الكيتشن هذه وعملنا الكل، ولا تعرفوش كيفاش تو وقت نجي نسلم الدار بينكم. اوكي خليني نخدم التلفزه. رمضان مبارك، شهيه طيبه. اذا كلكم زلتم ما فطرتوش تفرجوا في الفيديو قبل شقان الفطر والكل، شهيه طيبه وصحه فطوركم اذا كنكم، ولا صحه شربتكم اذا كنكم تتفرجوا في الفيديو في الليل. كيف ما تشوف كيفاش كانت، كيفاش ولت نايس يا جماعه، تفرج كيفاش كانت كيفاش ولت، والله نايس عالمي. هذه غرفة البامبينو وهذه تفرج الكوريدور كيفاش كان وكيفاش وال، والله خدمة احترافية من القلب للقلب عملتها لهم، صح ولا مصح؟ كلو كان موافقين متنساش تعملوا كاللايك باش تشجعوني والكل. هنا كنا وصلنا لاخر الفيديو، متنساش تعمل كاللايك وشير سبسكرايب اذا كانك تحب تدعم صاحبك مهيب والكل. يلا عجبتكم الدار، يلا باي باي.